بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السادس من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول. غلظ يعني التشديد والتغليظ في تحريم الخيانة في الغنيمة، فالغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، ثم بعد ذلك استعمل في الخيانة مطلقا في الأمانة، لكن أصل الغلول الخيانة في الغنيمة. ثم بعد ذلك توسع الشارع في استعماله في الخيانة في الأمانة مطلقا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يجي يحمله يوم القيامة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا، وفي القراءة يقول: وما كان لنبي أن يغل يعني يخان، وما كان لنبي أن يغل يعني يخان من أتباعه. والقراءة الثانية المشهورة: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يخون. فالنبي منزه عن الخيانة ومأمور ألا يخان، فلا يخونه أحد. فالأنبياء معروفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، والأمانة ضدها الخيانة، فيستحيل في حقهم ضد ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 39 بعد 804,000، قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني جعله من الكبائر، يعني عظمه يعني جعله من الكبائر، لأن المحرم نوعين: كبائر وصغائر. فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رعاء رغاء. والرغاء هو صوت البعير، صوت الجمل يسموه رغاء، البعير هو الجمل بما حمل، الجمل وهو شايل بضاعة يسموه بعير، يسموه كمان العير. فالبعير هو الجمل الذي يحمل البضائع. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، يعني لا أريد أن أرى أحدا منكم من أمتي فعل هذا، ليحذر. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس وهو دون الصهيل. الفرس له صوت عالي يسموه صهيل، وصوت خفيف يسموه حمحمة، يبقى الحمحمة صوت الفرس وهو دون الصهيل. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. فنعرف من هنا أن
الغلول النبي لا يشفع فيه، لان النبي هيقول له انا قايل لك مش هشفع لك فيه، حل ازمتك مع ربك بقى. فهمت ازاي؟ ودي ازمه كبيره. تصور انت النبي مش هيشفع لك في المساله دي، هتروح تعمل ايه انت بقى؟ ازمه كبيره. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء هو صياح الغنم، يسموه ثغاء صياح الغنم، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يعني أي نفس بقى، ولو كان غل عبد مثلا أو طفل صغير خطفه أو أي حاجة لها روح، لها نفس ولها صوت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. الرقاع عارف أنت لما تكتب حقوق الآدمي في ورقة يسموها رقعة، فدي اسمها الرقاع، يعني شايل الأوراق اللي هي إيه، حقوق الآدميين اللي أنت ما اديتهالهمش، جايبها على رقبتك يوم القيامة لانك انت لم تؤديها حقها. مش الناس بتكتب لما تستدين وبينهم حقوق يكتبوها على رقعة من الورق، ادي الرقاع بقى. فالرقاع جمع رقعة، وهو ما يكتب فيه حقوق الآدميين. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت اللي هو الذهب والفضة والأوراق المالية وكل ما لا ينطق من الأموال، خلافا لإيه؟ للحيوان، فالحيوان له صوت، أما الذهب والفضة والأوراق المالية وكل ما يتمول مما لا نفس له اسمه صامت. فده بقى عام في كل ما يتمول، كلمة صامت دي عام في كل ما يتمول سوى الدواب، بخلاف الناطق وهو الحيوان. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وهذا كله تفسير قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الحديث كله تفسير قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فكلام النبي تفسير صريح للقرآن. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة ابن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وإحنا قرينا قبل كده حديث إن اللي يأخذ شبر أرض ظلم يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة برد، حتى قطعة أرض. واللي يأخذ عمارة يجي شايل العمارة، واللي يأخذ مصنع يجي شايل المصنع واللي فيه. فهمت ازاي؟ فالامر مش سهل، الامر فيه مسؤوليه. وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يقول لي عملت انا في نفسي كده، فربنا ينجينا. وعن ابي قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. فده ينفع خطبة جمعة حتى نقضي على الفساد الإداري والحكومي، مش كده، بين الموظفين اللي بيستغلوا مناصبهم ويأخذوا أموال الناس بالباطل. تعملوا حديث خطبة جمعة مهمة، احنا دلوقتي عايزين نحارب الفساد، والفساد تأصل في نفوس الناس وأصبحوا يعملونه دون تأنيب ضمير، ضميره حتى ما بيأنبوش. ده ساعات يعمل الفساد ده وياخد الأموال دي اللي واخدها من الباطل يحج بيها ويعتمر بيها ويبني بيها مسجد. شيء عجيب، يعني شيء عجيب، وهو عارف إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فدي مهمة، يعني خطباء الجمعة ساعات يبقى محتار إيه المواضيع اللي يتكلم فيها. عندنا مواضيع كتيرة، حديث أهو جميل، حديث للنبي أهو، تمسكوا تفصصوا كده وتقولوا للناس وتشرحوا وتوضحوا وتكرروا وتجيب الآية التي تدل عليه، تبقى خطبة جمعة عظيمة والناس محتاجينها، وتكررها بصور مختلفة وبمعاني مختلفة. فما تحتارش، يعني عندك خطب جمعة كتيرة الناس محتاجاها، بدل ما يقعدوا يتكلموا في السياسة والأحزاب والكلام الفارغ والعك اللي كانوا بيتكلموا فيه. لن يتغير النظام إلا إذا تغير الفساد في قلوب العباد وحل محله الصلاح، ساعتها ربنا يخلي الأولياء هم اللي يحكمونا. لكن لما يبقوا حرامية مين يحكمهم؟ حرامي زيه، والطيور على أشكالها تقع. لما يبقوا فاسدين مين يحكمهم؟ فاسد زيه. لما يبقوا صالحين ربنا ما يحكمش على الصالحين إلا أهل الصلاح. فالتغيير يبدأ من أسفل مش من أعلى، يبدأ من الرعية قبل أن يبدأ من الراعي. صحيح الراعي مسؤول أنه هو يحاول إصلاح الرعية، يحاول، لكنه لن يفلح إلا إذا صلحت الرعية، فلا بد من صلاح الرعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إن الله لا يسلب قوما نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن يستخدموها في معصيته وفي كفره سبحانه وتعالى. فلا بد اننا نستعمل نعم الله في طاعة الله ولا نستعمل نعم الله في معصية الله. وعن أبي قال: وحدثني احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحو حديثه. باب تحريم هدايا العمال، وده موضوع كبير مهم نسميه الرشوة، والرشوة أفسدت أحوال العباد ونشرت الظلم في البلاد وأعطت من لا يستحق ما لا يستحق بسبب الرشاوة. الرشاوة اللي اسمها هدايا العمال، أي الموظفين. العمال هنا يعني إيه؟ يعني الموظفين، فهي نوع من الغلول أيضا، وهي من ايه؟ من الكبائر الشديدة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، لعن، فكلمة اللعن لا تكون الا على كبيرة. ودي ايضا خطبة جمعة تكفي الناس سنة لحد ما يبطلوا الرشاوة، قليلها وصغيرها، حتى يبارك لهم في ارزاقهم. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن ابي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا من الاسد. الاسد اللي هي اسد شنوءة او ازد شنوءة، تتقال بالزيل بالزاي والسين، ازد واسد، اللي هم أزد شنوءة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أي الحديث رواه الإمام الترمذي، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة أن الأمانة في الأزد، الأمانة في الأزد، يعني يشهر فيهم الأمانة، قبيلة كده يشتهر فيهم الأمانة، أي للأذان في الحبشة
والأمانة في الأزد، والملك في قريش، والإمارة في الأنصار، أو القضاء في الأنصار، حديث كده طويل. فجاب سيرة الأزد أهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه، وحث عليهم لأنهم أهل أمانة، يغلب عليهم الأمانة. وطبعا كل قاعدة لها شواذ، ممكن تلاقي ناس من الأزد برضو ما عندهمش أمان، لكن إيه النبي يقصد إيه؟ الغلبة، الغالب الأعم فيهم هذا. من أزد شنوة، لما وصف سيدنا موسى كأنه رجل من أزد شنوة، لأنهم كانوا طوال وسمر، واخد بالك، ما عندهمش لحم كتير في جسمهم، عندهم رشاقة كده. وأم الإمام الشافعي أزدية، أم الإمام الشافعي أزدية، وكان اسمها فاطمة، أم الإمام الشافعي من أزد، أبو قرشي وأمه إيه؟ أزدية، من الأزد. وكانت فقيهة عابدة صالحة نبيها، أم الإمام الشافعي معروفة. مرة راحت تشهد عند قاضي مكة مع امرأة في قضية، أم القاضي أراد أن يفرق بينها وبين المرأة التي تشهد، فقالت له: ليس لك أن تفعل ذلك، ألم تسمع قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فرجع القاضي إلى كلامه، واخد بالك، فقيهة كبيرة، ما هي ولدة الإمام الشافعي، واخد بالك، أهل فهم يعني وعلم. قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، يعني يجبي الزكاة. يبقى إيه؟ استعمله جابيا للزكاة، عاملا على جمع الزكاة من الناس. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي، يعني دي الزكاة بتاعتكم، وأنا كل ما بروح كانوا يدوني الزكاة ويقولوا لي دي هدية ليك. فكم كبير كده قال لهم ده الزكاة، وكم تاني قال لهم ده هدايا بتاعتي. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني هدية دي جات له بناء على وظيفته لا لشخصه، لو كان لشخصه هو حر، لكن ده لم يهدى هدية لدي إلا لأنه على هذه الوظيفة، فيبقى دي هدية الوظيفة وليست هدية لك. ففي الحالة دي تعمل فيها إيه؟ إما تردها للمهدي أو يأخذها بيت مال المسلمين، هذه تبرئتها، يا إما ترد للمهدي الذي أهداها فهو أولى بها، أو ترد لبيت مال المسلمين. فأي هدية تأتيك من جهة وظيفتك عليك أن تردها لمن أهداها لك إن كنت تعلمه، وإن كنت لا تعلمه فتضعها في إيه؟ في بنك نصر الاجتماعي تبرع، وده بيت مال المسلمين دلوقتي، يسموه بنك نصر الاجتماعي، بينفقوا منه على الفقراء وعلى المشاريع الصغيرة وعلى أهل الديون اللي هم والغارمين وغيرهم، فتروح على طول تحطها في بنك نصر الاجتماعي على طول تردها، تقوم تعود بعد ذلك لفقراء المسلمين. فهمت؟ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده. وده قسم النبي الجميل، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار، الخوار صوت البقر، أو شاة تيعر يعني تصيح. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، بيشهد ربنا. يا عملية يعني أهل الرشوة دول يوم القيامة مشكلة كبيرة، احنا خايفين عليهم، والله والله خايفين عليهم، فربنا ينجيهم وينجينا ويبصرهم ويبصرنا. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد. شوف هنا الأزد بالزاي وهناك الأسد، لأنها إيه الزاي والسين يتعاورا، يعني إيه يعني كتبوا مكان بعض، على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ما كانش يعرف الحكم، ابن اللتبية ما كانش يعرف الحكم، هو فهم دي هدية والنبي أحل الهدية وكان يقبل الهدية فخذ حسن نية. دول صحابة كبار كانش يعمل الحرام وهو عارف انه حرام، ده هو متصور ان دي هديه والنبي قبل الهديه والحكايه سهله، فجاي الراجل واخدها بضمير مستريح، ما كانش يعرف التحريم. لما اعلمه النبي بالتحريم تبرأ منها، مش عايزها. فهمت بقى؟ فلازم الانسان يكون وقاف عند حدود الله عز وجل، ولا يتهم الصحابه يفتكرهم انهم كانوا على رشوه، ما كانش يعرف الحكم. فهمت ازاي؟ لم يكن يعرف الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. يعني كأن النبي يقول الهدية التي تقبل هي التي لا تكون من أجل الوظيفة، من أجل المحبة فقط، أنت قستها على هدية من نوع ثاني، أنت مش واخد بالك. الهدية المباحة هي الهدية التي تكون من أجل إيه؟ شخصك أنت، لا من أجل وظيفتك ومنصبك، هي دي الهدية المباحة. أما هذه فليست هدية، هذه رشوة في صورة هدية. فهمت بقى؟ فالنبي ميز له. فالفوارق مهمة، تحديد الفارق بين الحلال والحرام مهم. أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، لأنه خاف النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الناس مش فاهمة إيه الهدية المباحة وإيه الهدية المحرمة، فعمل خطبة صلى الله عليه وسلم عشان الناس تفهم بقى، لان طبعا ابن اللتبية ما كانش مميز بين الهدية المباحة والهدية المحرمة. فجعل النبي خطبة هامة عشان يعلم الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نحو حديث سفيان، وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية. وبني سليم دي يبدو ان هم اقاربه برضو، يعني فرع من أزد شنوء بني سليم. فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لو عارف انها حرام كان قال للنبي دي هدية، هو متصور انها حلال، هو كان بيعملها واخدها على انها حلال. فهمت بقى ازاي؟ لان الانسان لو بيعمل حرام وعارف انه حرام يخبيه، ما يجيبش سيرته، مش كده برضو؟ ده القطه اللي هي القطه لما تاخد حاجه حرام تاكلها في الدير عشان صاحبها ما يشوفهاش، حتى القطه يعني بتفهم. فهمت ازاي؟ لكن كونه بيقول للنبي كده دي هديه ليا ودي مالكم، معناه ان هو كان يتصور انها مباحه. فهمت ازاي؟ وما كانش يعرف الحكم، كان لا يعرف الحكم. هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ لو كانت دي هدية صحيح بقى زي ما أنت متصور، طب كانت جات لك دي من قبل ما أشغلك في هذه الوظيفة. ففهموا النبي الفرق صلى الله عليه وسلم، فهموا الفرق بين الرشوة وبين الهدية المباحة. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر،
ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. ده الراوي يعني يقول بصر عيني رسول الله وسمع أذني كلامه، يعني بيستشهد بأنه سمع الحديث ومتأكد يعني. قال: اللهم هل بلغت؟ كده خلص كلام النبي. بعد كده كلمة بصر عيني وسمع أذني دي كلمة معترضة مدرجة من الراوي، يعني أنا سمعت دي وشفت النبي بعيني وسمعته بأذني، وهو بيقول كده. اللي هو مين بقى؟ اللي هو أبي حميد الساعدي. أبي حميد الساعدي هو اللي يقول إيه؟ بصر عيني وسمع أذني، اللي هو راوي الحديث. يعني بيقول إن أنا مش بقول لكم حاجة بلغتني وأنا ما كنتش حاضر، لا ده أنا كنت حاضر وشايف النبي كده زي ما أنا شايفكم، وسامع النبي كده زي ما أنا سامعكم، بيقول كده صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد. وعنه بيقال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير: فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير: تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان: قال بصر عيني وسمع أذناي وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي كمان. يقول لهم: طب روحوا زيد بن ثابت اسألوه، أو كان قاعد معانا، يعني عشان إيه؟ يزيل أي شك في إن الكلام ده ما حصلش يعني، وإن كانوا هم مصدقين يعني، بس هذا لزيادة التأكيد. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير. السواد الكثير يعني إيه؟ كمية كبيرة يعني، السواد يعني كأنه إيه؟ جمع كبير يعني من الأموال يعني. فجعل يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فذكر نحوه قال عروة: فقلت لأبي حميد الساعدي: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني، من فيه إلى أذني، اللي هي نفس الإيه المعنى يعني بلا واسطة، يعني المقصد إن هي بلا واسطة. وعنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا. فكتمنا مخيطا، إبرة، عارف الإبرة بتاع الخياطة دي؟ إبرة الخياطة دي ضئيلة أو حاجة يعني، إيه ده؟ كتمنا مخيطا يعني شوف حاجة كده ما تجيش جنيه مثلا بسعر اليومين دول يعني، طبعا الجنيه اليومين دول زي مثلا مليم ايام اجدادنا، واخد بالك؟ دلوقتي الناس ما تعرفش تقول له مليم، يقول لك يعني ايه مليم؟ وتيجي تقول له قرش يعني ايه قرش؟ وبعد شويه تيجي تقول له جنيه يقول لك يعني ايه جنيه؟ فربنا ينجينا سبب غلاء الاسعار. يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا مش عايز الشغلانة دي، مش عايز أبقى موظف، يعني أقلني، أنا مش عايزها، اقبل عني عملك. قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يعني الصحابة كانت تخاف من باب الورع بقى، اللي أنا مش عايز أشتغل بقى في وظيفة عامة، فهمت إزاي؟ وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله.
وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي ابن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم. ونقف على باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.